كابتن عادل يمكن اكرم توفيق من نجوم الاهلي في كل مباراه، بيلعب بروح عاليه جدا. يمكن لو معانا ارقامه على الشاشه يا ريت تنزل. فهو بيأدي باخلاص وبتفاني في الملعب بصوره كبيره جدا 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 كعاده لعيبه النادي الاهلي. شوف، هو جمهور النادي الاهلي بيحب المخلص قوي، بيحب الحماسي. معانا ارقامه كابتن. هو لعيب حماسي ولعيب قوي. تمريرات صحيحه 59 من 69، وبعدين اتحسن كتير قوي، نسبه تمريراته 86%. كل ماتش بيعلى عن التاني. لا، هو اتحسن كمان لانه ما كانش مقتنع بحته الباك رايت. هو نفسه، عشان تعرف في البدايه بتاعته كان بيلعب باك رايت طوارئ، دلوقتي بقى لعيب اساسي. استخلاص الكره 8 مراوغات، حتى 3 من 5 زي، بالرغم ان انت بتقول ان هو ما كانش مقتنع بمركز الظهير الايمن. بص يا كابتن، هو اصلا اكرم طول عمره ديفندر، فلما راح كمان الاعاره ودي افادته كتير قوي، كان ديفندر. وبعدين لما رجع لعب الباك رايت طوارئ، محمد هاني اتعور فلعب اضطراري. هو ما كانش يعني مقتنع بيها كاي لعيب بيلعب مكان تاني، هو لقى نفسه فيها ليه؟ واللي خلاه يقدر ينفذ فيها لانه عنده حاجتين تناسب اللعيب اللي في المكان ده. الروح العاليه كويس، الانقضاض الكويس. كان الاول بيدافع بس، بدا دلوقتي يهاجم، بدا دلوقتي يلعب. خليني اقف معاك في النقطه دي. يعني احيانا يعني متهور شويه. لا لا لا، سيبك من التهور. انا كلاعب مثلا، انت بتلعب راس حربه، كابتن بلال مثلا بيلعب راس حربه، فقالوا له هتلعب في نص الملعب مثلا ناحيه اليمين. كويس، انا ممكن اكون لا مش مقتنع بالحته دي، ولكن اللي يحسب لاكرم توفيق ان لما اتقال له العب في المكان دوت مفيش مشكله بالنسبه لي. ما هي يا كابتن، هو واجت فيه. هو دلوقتي احنا عارفين طول عمرنا ان لعيب النادي الاهلي مثلا لما بيكون متواجد في فرقه وما بيلعبش فيقول له انك انت تلعب في المكان ده، فبتجري تلعب. ليه؟ كلنا لعبنا كذا مكان، انا لعبت كل اماكن الملعب في النادي. كابتن اسامه لعب اماكن كتير قوي، بس يعني كان مميز ناحيه الشمال مثلا. ايوه، بس لعب برضو ديفندر، ولعب ناحيه اليمين لما لعب هاف باك ناحيه اليمين احيانا في ماتشات لعبها كده.